السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الفطيره او واحد الخبز كيجي هائل كما كيقولوا، الخبز التركي اللي داير حاله في اليوتيوب اللي عجب الناس بزاف. انا غنقول لكم دابا المقادير ان شاء الله. المهم زدت شي حوايج من عندي، هما دايرينو بالفورس، انا درتو غير بالفينو وواحد شويه تاع الفورس، ما قويتش الفورس. المهم نص كيلو ديال الفينو عندي هنا، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الفورس، عندي معلقه ديال الزبده، عندي بيضة، عندي جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف، عندي خميرة معجونة جوج معالق كبار، وعندي غادي نطحنو هنايا باش صافي باش ما نضيعش الوقت بزاف. المهم ندير الماء بهذه الطريقة، ملي كيطحن كيجي رطب، كيجي رطب بزاف، وفي نفس الوقت بسرعة كيوجد، يعني ما كتعطليش. انا غادي ندير هاد الفينو هنايا، المهم بالفينو كيجي زوين، انا جربتها وبغيت نعاودها حيت عجبتني بزاف، كيجي الخبز رائع ورطب ولذيذ. غادي ندير شويه الملحه، غادي نطحن هو الاول، من بعد غادي نزيد مقادير اخرين. من بعد ما تطحن مزيان، انا درت هذه الطريقه غير حيت باش باش نستغل الوقت وصافي دغيا. الا بغيتو تعجنوه ماشي مشكل، حيت هذا الفينو كيبغي دليكنيت، خاصك تدلكيه مزيان. دابا غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا ديال الفينو، ونزيد الكميه ديال الفورس اللي عندي، ونجمع نحركو مزيان. البنات غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، هذا الكاس، هذا الكاس الصغير، غادي ندخل هذا الزيت مزيان في هذه العجينه بحال هكا. هاد الزيت كيخلي الخبز يجي رطب، ندخلو مزيان على هاد الشكل، ومن بعد غنخليها تخمر ليا، نغطيها ونخليها تخمر مزيان تطلع، مازال عاد ضعف الحجم ديالها كتجي رطبه بهاديك الزبده والحليب والزيت اللي درنا ليها دابا. صافي دابا ما نديرو ليها والو، دابا غير غادي نخليوها تخمر، نغطيوها ونخليوها حتى تخمر. الحشو باش غادي نعمر هذيك الفطيره او هذاك الخبز. المهم الحشو كما العاده، جزر، قرعه خضره محكوكه، وفلفل اخضر، والعطريه عاديه، وشويه تاع الثومه، وزيت الزيتون يتشحروا ويطيحوا مزيان باش نعمروا بهم هذه الفطيره ان شاء الله. هذا الخبز، هذا الخبز التركي اللي كيجي رائع ولديد. مهم هذه هي الحشوه الاولى، مهم هاد الخضر هذه تطيح مزيان طيب، ونعاودو نكملو ديال الدجاج، ديال الصدر ديال الدجاج غادي نشحرهم مع شويه ديال الملحه، درت معلقه ديال الزبده، راس معلقه ديال البزار. عندي راس معلقه ديال سكينجبير، تشحروا مزيان، استعملوه حتى هو في الحشوه. عندي راس معلقه ديال الخرقوم، كثروا التوابل حيت انا التوابل دايراهم في الحشوه اخرى ديال الخضر، وراس معلقه ديال القزبر محبوب. البنات من بعد ما خمرت ليا العجينه، تقطع ليا واحد من الفيديو ما عرفتش علاش. المهم ملي خمرت العجينه قسمتها على جوج، هالنص الاخر باقي نديرو من الفوق، النص الاخر درتو لتحت بحال هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا، درت الحشوه ديال الخضر. دابا غادي ندير شرائح ديال
ديال الصدر ديال الدجاج ديرو بحال هكا. جات العجينه رطبه، بغيتو ديروها غير بالفورس بوحدو ماشي مشكل. انا درت الفينو غير باش تجي شويه حرشه، تجي هكا تجيش لاباط رطبه بزاف بحال هكا. هذيك الحشوه ما درتهاش كلها، شاطيه منها هذا الشيء. دابا غادي ندير الزيتون، كتجي لذيذه البنات، غنجربوها راه كتجي رائعه ومغذيه في نفس الوقت. يعني دقيق القمح ما كاين ما احسن منه. صافي دابا غادي نزيد فرماج بهذا الشكل. خبيزة عامره كتشبع لذيذه، واهم حاجه انها مغذيه ما فيها حتى شي حاجه اللي. صافي دابا نص الاخر ديال العجينه غادي نديرو من الفوق. البنات من بعد ما رديت عليها الطرف الاخر ديال العجين، كنبرك عليها مع الجناب بحال هكا، كنبرك مزيان بصباعي باش تلصق لاباط على الاخرى باش ما تفتحش لينا الفرن بحال هكا. انا هذا الشكل بحال هكا ندور معاها كامله ونبرك مزيان. ديروا يدينا في الزيت ونبركوا بحال هكا على هذا الشكل. ها هي راه جات الحشوه تبارك الله، جات عامره. دابا غادي ندهنوا بالبيض من فوق باش تجينا محمره على هذا الشكل. ندهنوها مزيان. البيض درنا فيه شويه ديال الخل، قلنا الزفوريه ديال البيض. ندور معاها كامله بعدين تردرو عليها بودور الكتان، زوقوا بها هما اصلا صحيين. المهم بديروا اي حاجه داكشي على حسب اللي بغيتو على الشكل بحال هكا. صافي ندخلوها للفران البنات من بعد ما طابت هذيك الفطيره. كيفاش كتجي؟ كتجي زوينه، واحد الريحه طالعه من داك الشيء. زينتها بشويه تاع المايس والزيتون الاخضر. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، الى عجبتكم ديروا لايك واشتركوا معايا في القناه. وبالصحه والراحه وتبارك الله عليكم، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء والى وصفه اخرى ان شاء الله.